Brothers and sisters in from the greeting hall, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today we are in the College of Business, so I want to show how the college looks like, everything that you need to know about the college, inshallah, I will show you. So let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام زملائي الطلبة، نحن اليوم في كلية الأعمال في جامعة آل البيت، وسوف أشرح لكم وأبين لكم كل ما تحتاجون إليه بخصوص هذه الكلية. طبعا هذا هو المنظر الأمامي للكلية، وهذا هو الباب الرئيسي للكلية. نتمنى هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق، وهذه الكلية افتتح في عهد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ونحن الآن ندخل داخل الكلية. نحن في طابق الأرض، نحن في طابق الأرض الآن، والكلية عبارة عن ثلاث طوابق: طابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني. نحن الآن في الطابق الأول، ونحن في قسم التمويل والمصاريف، وهذه المكاتب الدكاترة، هذه المكاتب الدكاترة. نحن في قسم التمويل والمصاريف موجود في الطابق الأرضي. نحن في الطابق الأرضي وهذه المكاتب للدكاترة. طبعا هذه الكلية التخصصات الموجود أربع تخصصات، هنالك أول تخصص موجود في طابق الأرض وقسم هو التمويل والمصاريف، وكذلك قسم الاقتصاديات المال والأعمال كمان موجود في الطابق الأرضي. ما زلنا في الطابق الأرض، هذا قسم الاقتصاديات الأعمال أو قسم اقتصاديات المال والأعمال موجود في الطابق الأرض. حققنا بالمجد، وهذه كمان المكاتب الدكاترة. عشناها سويا من أجلك يا مجد، سنسعى بالعلم جميعا وسنرقى. حققنا بالمجد. نحن الآن في الطابق الثاني أو طابق الأول، نحن في الطابق الأول قسم إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، وهذه كمان مكاتب الدكاترة، هذه المكاتب الدكاترة في الطابق الأول. ما شاء الله الكلية جميل جدا، ما شاء الله. نطلع الآن، نحن نطلع الطابق الثاني، نطلع إلى الطابق الثاني، وموجود هناك قسم المحاسبة، قسم المحاسبة موجود في الطابق الثاني، وهذا هو آخر الطوابق، آخر الطابق، وهذه كمان مكاتب الدكاترة. قبل أن نواصل، أرجو منك أو أرجو منكم الاشتراك على قناتي وتنشر الفيديو، وكذلك بدي أقدم جزيل الشكر والتقدير لعميد الكلية فضيلة الدكتور عبد الرحمن الدلابيح، ونائب العميد الكلية الدكتور محمد حمدان، وكذلك أقدم كما ترى معي المشرف الأمن صاحب الحسبان، أقدم جزيل الشكر له بما قدموا لي لما زرت الكلية، جزاكم الله كل خير. ما زلنا نزلنا الطابق الأول، وهذه هي مختبرات، مختبرات الكلية، ما شاء الله.
هذه هي المختبرات الكلية، كان فيه الطلبة موجود جوا، لدخلنا وصورنا الداخل، لكن كان فيه الطلبة موجود جوا. ما زلنا في الطابق الأرضي، نزلنا هذه هي في خارج الكلية، تشوف هذا هو الخارج هاي فاضي الكلية. ندخل؟ هذه هي الكمبيوتر الحاسوب الموجود المختبرات، تقريبا 5 أو 4 مختبرات موجودة. الآن نحن نذهب إلى القاعات التدريسية، القاعات التدريسية هذه هي القاعات، هي الطلبة الذين خلصوا محاضرات ويذهبون إما لمحاضرة الثانية أو ينزلون تحت لكي يستريحوا. ما زلنا في القاعات التدريسية. ما شاء الله، شوف جوا القاعات كل شيء موجود، كل شيء موجود القاعات، سبحان الله، جميل جدا. هذه القاعة طبعا كل القاعات الموجود داخل الكلية نفس هذا، نفس الشيء، ما في فرق، كل شيء موجود. الباب اللي دخلنا فيه دخل الباب الرئيسي، هذا باب الرئيس، كمان في الباب الثاني، هذا باب الطلاب. الآن نحن ننزل للطابق الأرضي، هو الطابق الأرضي، هذه قاعات التدريس، هذا هو الخارج الكلية. والباب الثاني الذي قلت لكم سابقا، لأن الكلية فيه بابان، الباب الرئيسي وباب الطلاب، وهذا هو الباب الطلاب الذي خرجنا منه، وهذا هو الخارج الكلية، هذا هو الخارج. الآن نذهب إلى الكافتيريا الموجودة في الكلية، نحن في كافتيريا الكلية، هذه هي الكافتيريا كلية الاقتصاد والأعمال، تجري فيها أنواع الأطعمة لذيذة وممتعة، دائما أنا أشتري شاورما هناك، لذلك أقول للطلبة يأتي هنا ويشتري شاورما وزنجر، كل شيء موجود عندهم. الشباب هناك محترمون ما شاء الله عليهم، وما شاء الله المشرف هناك كلهم جيدين ما شاء الله، شاورما وانواع المشروبات كلها، ان شاء الله تستطيع ان تاخذ هناك وتشتري اي شيء تريد. هذه هي داخل الكافتيريا، داخل الكافتيريا عندهم شاي ومشروبات، قهوه موجود، شاورما، زنجر، بيزا، كل شيء موجود عندهم. والشباب طيبون ما شاء الله. خلاص خذ كفي، ليش عم تصور زي ما بيعمل تحت الكافتيريا؟ هي الأعمال طبعا كان يسأل متى وقلت لو في عمل في شغل شوي، إذا خلصتها سوف أنزلها في البيت حتى أشوف إن شاء الله. وهذا هو المنظر، سبحان الله، شوف المبنى ما شاء الله ما شاء الله. الآن نحن ندخل
في مصلى حققنا بالمجد أملنا الصغير، وهذا هو كما أعنى مكان التصوير القدوسية إذا أنت تريد تصور القدوسية المقرر تستطيع أن تأتي هنا وتصورها. بالمجد أملنا يوجد كفتيرية والمصلى ومكان التصوير. الآن نحن نطلع للمصلى، نحن نطلع المصلى ومصلى موجود فوق، هسه نطلع إن شاء الله. نحن الآن أثناء الدخول إلى المصلى سيد صالح الحسباني، والله لقد بذل جهد كبير لما زرت الكلية لأصور هذا الفيديو، جزاه الله خير. للجنة والجنة نحن نطلع إلى المصلى، هي ما نتمنى، هيا مصلى موجود الطابق الثاني موجود، هذا هو المصلى. لنحقق آمالا عليا نتعلم بحثا علميا نكتبه. طبعاً كمان في مصلى النسوان لكن ما صورته عشان كان فيه الطلبة الطالبات الموجودين في المصلى، وذلك ما صورته. وهذا هو الحمام، هو الحمامات المصلى، هذا هو الحمام تقريبا 5 ألفيات، 1، 2، 3، 4 كل شيء موجود للكلية. سبحان الله، أبحاثا ورقيا بتفاني. إنما الإنسان يفكر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا هذه أدركنا النعم. قيمة روعتنا بالعلم فلب نتكاسل نطلب العلم من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا. أدركنا قيمة روعتنا نذهب إلى المكان المهم جدا، هذا المكان مهم جدا وعزمنا أن لكل طالب في الجامعة يعرف هذه المكان، المكان المسمى المدرج الدكتور محمد، الدكتور محمد البخيت أول رئيس الجامعة آل البيت. نحن نطلع إلى هذه المدرج، اختص هذا المدرج أول رئيس الجامعة اختص هذا المدرج باسم أستاذ الدكتور محمد علينا سلامة البخيت. ندخل بالسائلة المدرج. طبعا هذا المكان لما فيه دورات كثيرة بالجامعة يقوم هنا، لذلك عليك كطالب جامع لازم تعرف هذا المكان. معظم الدورات يقوم بها في هذا المكان. كان فيه مؤتمر، كان فيه محاضرة، ذلك ما صورت كثير منه، لكن المكان جميل جدا. حققنا بالمجد أملنا رئيس أول رئيس جامعة البيت. الآن نخرج ونشوف المنظر الخارجي الجامعة، هذا هو المنظر الخارجي إن شاء الله. كل هذا أشجار زيت وزيت، هذه السيارات للدكاترة بعض الطلبة. والآن تشوف المبنى كله، هذا هو المبنى الكلية. أرجو منك اشتراك على قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.